لكن الصدر في نفس الوقت لا يثق كثير بالإيرانيين، يعرف الإيرانيين وأساليبهم، ممكن هم أن يغدروا به، وهذا متوقع جدا، وهو دائما يكرر سوف أقتل سوف أستشهد إلى آخره. شعبيا الصدر سوف يخسر كثيرا إذا ظل يصعد بدون تنفيذ. يعني لاحظ ما حصل في صلاة الجمعة على سبيل المثال، ولاحظت الأخبار كيف انقلبت والفضائيات والناس، وحتى قيل أنه قسم كثير هرب من الخضراء، يمكن جنابك أكيد تدري بهذه المعلومات، ولم يحصل شيء. الآن هذه جت للصدر كتنفيس لجمهوره، حقيقة جمهوره ترى بالمناسبة ما كان راضي عن يوم الجمعة بالشكل اللي خرجت به. أقول لك يا هم شباب ومحرومين معظمهم، وناس عراقيين لا يردون، بالذات المالكي أصبح حدث لهم، أصبح حدث لهم، وهذه نقطة يجب أن نضع عليها 20 شرط. ليس اليوم بسبب التسريبات، تدري من صولة الفرسان وقبلها، واعتقل آلاف من عندهم لا زالوا في السجون، وهم يقولوا هؤلاء مقاومين، وتدرك خلافه يقول مجرمين، تعرف القصة هذه الرد والبدل. لذلك الشحنة، شحنة الاحتقان عند الجمهور الصدري يجب أن تنفس. ولذلك هذا السؤال، هذا السؤال أهم. أنت مراقب ومحلل ممتاز للأهداف، تعتقد الصدر في هذه المرحلة يسير بخطوات واثقة، وبدليل أنه الآن بدأت ملامح ما يتفق عليه وما كان يوعد به الصدر قد نفذ، وعد المالكي بالمحاسبة والآن بدأ ينفذ هذا؟ نعم، المالكي إذا ذهب إلى القضاء بموضوع التسريبات وثبتت عليه التسريبات، يجب أن توجه له تهمة. ما أدري هسه مساحة القضاء العراقي، أكو أمثلة جنابك تعرفها صارت مع سياسيين آخرين أيضا على تسريبات، لكن تعلقت في إقصاهم من الانتخابات. أنا أتحدث عن الناحية الجنائية. إذا المالكي ذهب إلى القضاء أو تم إلقاء القبض عليه وراح إلى القضاء، سوف لن تتوقف عند التسريبات، سوف تفتح كل الملفات، سبايكر، دخول داعش. نعم هذه حقيقة. نعم، وعند ذلك سوف يكون الصدر هو الزعيم الأوحد في العراق، لأنه نفذ ذلك وعلى شخصية قوية. دعنا نتحدث بصراحة، المالكي ليس رقما سهلا بالمعادلة. وهذا يعني أنه إيران هنا تخلت بشكل نهائي عن المالكي، وهذا سوف يدفع الآخرين من القيادات في الإطار كالعامري وغيره أن يبحثوا لهم عن حليفا آخر غير إيران، لأنه عندما تتخلى إيران عن المالكي فبمعنى أنه سوف تتخلى عن الآخرين، وسوف يكون لسان حالهم. وأنا قلت اليوم في إحدى القنوات، أكلت يوم وأكل الثور الأبيض، هذا بحد ذاته سوف يسقط النظام عندما تتبخر الثقة بحليفهم اللي مرتكنين عليه، وسيدهم اللي هو يوجه لهم الأوامر، وأقصد هنا إيران، وعدم الثقة الداخلية داخل مكاتبهم، ماكو ثقة. لكن لم يترشح الآن يا أستاذ أحمد الموقف الإيراني بخصوص هذه القضية الحساسة. نعم صحيح، سوف تلعب إيران هذه الورقة وهي بحاجة لها بعد مؤتمر جدة، وهي بحاجة لهذه الورقة، سوف تدع الأزمة تستعر، وهذا هو أسلوب الإيرانيين، ثم تحاول أن تتدخل. لكن هو السؤال كيف سوف تتدخل وعن طريق من؟ إذا هو المالكي أقوى حلفائها الآن في أزمة، ماذا تفعل؟ لكن ممكن أن تشتغل عليها براغماتيا وتتخلى عن المالكي وتكسب ود الصدر. نعم ممكن. نعم، وهذا متوقع جدا الحقيقة، وهذا متوقع جدا الأطراف. نعم متوقع جدا الحقيقة، ولذلك الأطراف الأخرى من الإطار التي الزعامات راح تشوف نفسها رقم صفر على الشمال كما يقول، ليس لها قيمة، وبالتالي كما ذكرت لك سوف يكون الزعيم الأوحد عند ذلك، أقصد زعيما سياسيا في هذه المرحلة هو الصدر. لكن الصدر في نفس الوقت لا يثق كثير بالإيرانيين، يعرف الإيرانيين وأساليبهم، ممكن هم أن يغدروا به، وهذا متوقع جدا. لذلك الصدر أيضا في حرج، وهو دائما يكرر سوف أقتل سوف أستشهد إلى آخره. إذن القصة وصلت إلى محور الدم أستاذ نجم، حتى نتحدث بشكل صريح. نعم، دخلنا في فضاء الدم اللي هم أذاقوا من عند الشعب العراقي وسبكوا دماء العراقيين، الكل سوف يحاسب. أي. وعندما نقول الحساب لا نقول قوة عظمى ماردة ما أعرف إيش، لا، تأتي الشعب العراقي، طبيعة الصراع بين القوى السياسية، الرفض الدولي لهؤلاء، هذا هو اللي راح يحاسبهم.